كفايه بس اعرف من حضراتكم صوره عامه كده، ايه التغييرات اللي حصلت؟ احنا طول عمرنا عارفين ان كليه الطب دي 6 سنين وسنه امتياز، ممكن نعرف كانت ايه ودلوقتي بناء على التشريعات الجديده دي بقت ايه والفرق بينهم ايه؟ اتفضل دكتور حسام. طيب احنا الدراسه في كليه الطب كانت تقوم على نظام العام الدراسي والمده الكليه للدراسه هي 6 سنوات دراسيه وسنه تدريب. امتياز اللي بنسميه امتياز. اللي بنسميه سنه الامتياز. لجنه القطاع الطبي في المجلس الاعلى للجامعات قدمت بمقترح، والمقترح ده تمت الموافقه عليه وصدر بيه قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالنسبه لمده الدراسه ونظام الدراسه. مده الدراسه تغيرت، بدل ما كانت 6 سنوات دراسيه بقت 5 سنوات. والنظام بدل ما كان مبني على نظام السنه الدراسيه او الفصل بقى مبني على النقاط المعتمدة أو الساعات المعتمدة اللي ليها علاقة بحضور زي ما قلنا ورش عمل ومؤتمرات وتقديم أوراق بحث وما إلى ذلك، اللي ليها علاقة بالتعرض المبكر لطالب الطب للمرضى الواقع العملي يعني. واللي ليها علاقة بالتداخل ما بين المواد اللي بتدرس، يعني قبل كده احنا بنخش الكلية كنا بندرس التشريح العين مثلا في سنة اولى، وبعدين في سنة تانية ندرس وظائف العين، وفي سنة تالتة ندرس الادوية اللي بتتعامل مع العين، فبندرس اناتومي وبعدين فيسيولوجي هو علم وظائف الاعضاء وفارماكولوجي اللي هو علم الادويه، ونيجي في سنه رابعه ندرس الامراض اللي بتصيب العين. فطبعا تكوني انت نسيتي الموضوع اللي اخذته من الاول اصلا. فالنظام الجديد قايم على ان انت بتدرسي العين بشكل اقرب ما يكون للمتكامل. يعني انا بدرس تشريح العين ووظيفه العين والانسجه بتاعه العين والادويه بتاعه العين والامراض. تمام. طيب انا ايه حصل عندي نوع من التكامل ما بين المواد الطبيه اللي بتدرس، وفي نفس الوقت وربط بالواقع العملي. بقيت بدخل الطالب بدل ما كان بيخش اولى وثانيه وثالثه بنسميها ما بيشوفش مريض، السنين الاكاديميه. ويبدا يروح المستشفى في السنين الاكلينيكيه في سنه رابعه، بعمل له اكسبوجر للمرضى، بقيت بعرضه للمرضى والتعامل المباشر مع المرضى في نهايه السنه الاولى وبدايه السنه الثانيه. طيب هواجه سؤالي.